انا شايفة ان احنا محظوظين في مصر في اسبوع ان احنا نتكلم عن كف القمر. يا ترى كف الايد فيه كام صوبع، كام اصبع؟ 5. ومين هي قمر؟ وليه قمر عندها 5 ولاد؟ هل صدفة والفيلم بيتصنع ان المسألة تيجي بالشكل ده؟ وهل صدفة ان يكون الهم عند مخرج حط نفسه طول الوقت؟ يعني الناس ممكن تستسهل وتشتغل في سكة، هو بيحب يشتغل في سكة تانية ومن زمان، مش من بعد ثورة 25 يناير، ان ياخدنا كلنا مرة تانية عشان نبص في حتة منسية شوي. هل يا ترى ده له علاقة بإيقاعه السياسي، بحسه الوطني، ولا المسألة هي ذكاء في الاختيار؟ ما ده كمان وارد. مش من حقنا لا نحاصر على ازاي بيجي الاختيار، ولا نحاصر على حقه في انه يسبح عكس التيار، لكن من حقنا نسأل ليه ما اتقالتش كف قمر؟ عشان ببساطة الجمهور يقدر يفهم ليه اتقالت كف القمر. تعالوا نشوف مع بعض يعني تريلر الفيلم، نشوف الدنيا ماشية ازاي، ونرجع نحط السؤال على طول قدام المخرج الكبير خالد يوسف ونعرف منه الإجابة. هم بيدي رميتكم عميت عينيا وانا بقطع كفي. زي ما سلمت اخواتي هرجعهم لك بكفك. طريق بقى على الناصين. حافظ عيالي يا ذكري. امك ما عملتش فينا غير كل حاجه. خلتنا نسيب صدورنا وسلمت رجابينا للكبير، وبامرها بيجي واسع علينا وبيتحكم فينا بهواه. انت صح اخونا الكبير، بس ما كناش نعرف ان الكبير كبير كمان في وسخته. امك اللي حشاني عنك يا ذكري، لو كده كنت دفنتك مكانك. ونعروني وزلوني. ما سألتش قمر بردانة ولا الشمس كلت وشها؟ بكت لهب ولا لسه عمرها؟ حتى الحياة عايز انت ترجوه، الله يحرق ابوكم. دلوقتي جيت انا اللي ضيعته؟ الفرق بيني وبينك انك غيران مني. غيران اني حبيت وتحبيت من غير ديابة وبنادق وعذاب. حبك يا سيدي. أنا برضه بحبك. ولسه رجعت هاخدها غصب يا عم. أخوك قطع مع الحليب خلاص يا دجري. بحب أوريك عمل فيا إيه؟ بس هاخد. المرة دي أنا جاهز معايا فلوس كتير. يا لهوي. برضه مش مسامحك. ما تعبتنيش. يا بت يا دجري. ولا بطنها ولدي. قتلتيها خلاص يا عم. احنا طول حياتنا ماشيين وراك، جرب تمشي ورانا مره يمكن نفيدوك. بس انا اللي عندي السر وشايله في قلبي. سر ايه ده اللي انت عايشه ومصدقه؟ عايز اشد منك المزازه. لو هوحت عندي يوم هيضربوك في النار. برضك رايح جننت يا عبد القدر؟ محدش يعرف ياخد مطار ابوك من غيري. خلي رزقتك انت وخلقوك الدرعنيه. يا اخر مره اقول لك فيها ما عايزك تشوف. روح لوحدك يا تجري. البيت محتاج اخوات، مفيش يد واحدة هتعرف تبني. مساء الخير. مساء الخير. كف قمر، ليه بقى كف القمر؟ يعني اكثر شعري بس وانا بحضر الفيلم لقيت كل الجمهور بيفكر زي ما انا قدمته. الحقيقة دي فكرة مقتبسة، يعني فكرة قمر البطلة واخواتها وولادها 5. يعني ايه مقتبسة؟ انا خدتها من الناس وانا بسمعهم. يعني انت واخده الفكرة مقتبسة. انا افتكرت يعني الناس كانت بتعلق حواليا انه قمر دي البطلة وولادها 5. قمر دي مصر؟ لا، في ناس قروها انها مصر ودول ولادها، وفي ناس قروا ان قمر دي الامة العربية والولاد دول هم الاشقاء العرب بما فيهم ذكري الاخ الاكبر اللي هي مصر. في ناس قروها كده وناس قروها كده، وانا دايما بقول ان انا لا اصادر على حق المتلقي في ان يفهم ما يشاء. واللي يفهمه يبقى انا قصده، لان احنا بنقدم فن مش محتاج مذكره تفسيريه ليه يعني، ولا هو طبعا. يعني انا بقدم اللي انا بحسه انا وبيت صناع العمل، وبعدين المتلقي يشعر شيء ما. مش من حق اقول له لا انت حسيت غلط، لا انت مين قال لك ان انا كنت قصدي كده على الاطلاق. ما وصل اليه المشاهد
هو لديه كل الحق فيه. اللي فهم القصة أنها قصة أسرة مصرية أصابها ما أصاب المجتمع المصري من التشتت والفرقة والانقسام، ودي محاولة لإيجاد أو للبحث عن أسباب ليه تفرقنا وليه تشتتنا، ومحاولة للوصول لطريقة ما أو سبيل ما للوصول للوحدة مرة أخرى، أن نلتئم مرة أخرى، لديه كل الحق. واللي فهمها أنها مصر وولادها المنقسمين على نفسهم والمشتتين له كل الحق. واللي فهمها أن دي الأمة العربية وخلافات الأشقاء العرب مع بعضهم اللي وصلت في أحيانا لحروب لديه كل الحق. فيعني أنا هو الفن الجميل كده، لازم يبقى عنده قراءات متعددة. بالضبط. طيب أنا هاخد من لسانهم عشان نوصل ليك أنت، عشان ما تهربش، لأنه ده حق المشاهدين. يعني خالد صالح ده الأخ الأكبر، ده الزعيم أو الأب أو القيادة، لما يتقالوا من الأجيال الصغيرة وكأنهم شباب الثورة، طول عمرنا ماشيين وراك، جرب مرة تمشي ورانا، إيه الدلالة؟ والله الفيلم، بس يعني بأكد للمرة الألف إن الفيلم اتعمل قبل الثورة وخلص قبل الثورة واتمنتج قبل الثورة، والنسخة اللي الجمهور بيشوفها كبار صحفيين ونقاد وشخصيات عامة مصرية شافت الفيلم في شهر 12. طب ما انت اللي عملت حين ميسرة. يعني قصدي عشان محدش على اللي حصل بعد كده. بالظبط، عشان ما حدش يعتقد ان انا بدعي الحكمة بأثر رجعي، يعني لا اجي لا بعد الثورة واقول الفيلم فعلا في فكرة الاجيال، صراع الاجيال، في فكرة ان احنا سبب احد اسباب تأخر مصر وتأخرنا كلنا وتأخر حتى الأسرة المصرية، إن ما بنسمعش صوت الصغير، بنعتبر إن هو يفتقر للحكمة ويفتقر للخبرة، وبالتالي لازم يسمع كلامنا. ففي حين إن الحيوية بتيجي من الشباب، والحيوية بتيجي من الأجيال الجديدة، وكل الإنجازات الحضارية الكبيرة في حياة الأمم دايما بيقوم بيها أجيال صغيرة، مش الإسكندر الأكبر ده كان عنده 30 سنة. صحيح. يعني عبد الناصر حكم مصر هو عنده حاجة و30 سنة، يعني الإنجازات الكبيرة في حياة الأمم، نابليون كان عنده حاجة يعني فالناس عندها كده إحساس بأن دايما الكبير هو اللي يقدر، هو اللي لديه الحكمة والحنكة واللي يقدر في حين أن لا، في حين أن الحياة محتاجة الحيوية والاندفاع والتهور في بعض الأحيان، لأن يفوز باللذات كل مغامر، يعني بتاع الشباب، ومحتاجة برضو قليل من الحكمة. زي ما كنت كده أيام الثورة لما كانوا يقولوا لجنة الحكماء، كنت قلت لهم الثورة دايما، الثورة ليست بحاجة إلى حكماء ولكن بحاجة إلى صور. فيعني فالفكرة بتاعت إن التأكيد على دور الجيل الجديد في بناء المستقبل، أو في إنه يقدر يبقى له دور في التئام الأسرة والتئام الشتات المصري أو التئام الشتات العربي. دايما هكلمك على القراءات المتعددة للفيلم عشان يبقى واضح. دور أنا بأكد عليه من قبل الثورة، ومش صدفة لو 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 خدت الفيلم ده على إنه قمر دي الأمة العربية ودول الأشقاء العرب، هتلاقي من بدأ البناء في نهاية الفيلم، ومن حقق الأمنية بتاعت الأم إن يعاد بناء البيت اللي اتخرب، كان الصغير، اللي هي الشباب أو تونس اللي جت منها الشرر. صح كده. الأخ الصغير مش لازم إقليم القاعدة مصر هو اللي بادئ هو التغيير. المبادرة جت من تونس، أو المبادرة جت من جيل الشباب. فالفيلم بيشير على ده، لأنه كان عنده، بعتقد أن الفيلم برؤيته المتكاملة كان لديه استشراف للمستقبل. والحمد لله أن في ناس شافوا الفيلم قبل الثورة، عشان ما حدش يعتقد أن أنا جيت ركبت على الحدث لما حصل وقعدت غيرت الفيلم زي ما هو بالسيناريو بتاعه اللي متوافق عليه من سنتين، بالمونتاج بتاعه اللي خلصته من، ولم يعني ما حاولتش حتى ابص على الفيلم واشوف اراء مره اخرى واعيد مونتاجه مثلا. ما شفتوش يعني من ساعه ما خلصته، جيت يا دوبك عملت حاجه اسمها تصحيح الالوان والمكساج في اخر اللي هو قبل الفيلم ما ينسى. ولم اشاهده مره اخرى، من لان انا بحب الحاله البكر زي ما انا حسيته في وقتها انا وبقيت صناع الفيلم، انا بقدمه للجمهور. ما بحبش ان انت تقعد بقى بعد ما تشوف الحكايه حصلت ازاي تقول طب والفيلم ده دلوقتي ملائم ولا مش ملائم، طب نعدل فيه ايه عشان يبقى ملائم. ده انا رايي افتعال وعدم امان. بس انا حبيت كلمه الحاله البكر. انت كمان بتحب التعامل مع الكاستنج، مع شخصياتك كمان بحاله بكر، حتى لو هم بيشتغلوا بقالهم فتره وموجودين.
من الحاجات دي من الصغيرين ناخد هيثم مثلا. يعني في قراءة كتير انت اديته دور يعني بيحطه على طريق تاني لو هو مقرر يبقى فنان بجد ويطلع من عباءة احمد زكي. وعلى الاتجاه الاخر في وفاء عامر ما كنتش قلقان ابدا. هي عندها صوره يعني ذهنيه كده عند المشاهد للسينما المصريه وللاعمال الدراميه، هي مرسخه لنفسها صوره. ما كنتش قلقان، ما بقلقش خالص. انا ما بقلقش يعني. انا لما جبت هاله فاخر مثلا في حين ميسره هي كوميديانه، فجبتها في دور وعندها صوره ذهنيه بقى بقالها اكتر من وفاء عامر بكتير، لان بس عندها ايقاع مختلف هاله فاخر. انا بديكي بس مثال يعني الصوره الذهنيه للمشاهد عن هاله فاخر انها ممثله كوميديانه. لما جبتها في حين ميسره الام التعيسه اللي عملت دور تراجيدي وعملته انا بعتقد ان الصوره النمطيه تستطيع ان تقضي عليها تماما، يعني تسحقيها عندما تكون صادقه، عندما تكوني صادقه. يعني اول ما الفنان مهما كان عنده صوره ذهنيه عند الناس، او زي مثلا محمود المليكي لما كان بيعمل دور الفيلن قعد 30 سنه صحيح. المخرجين حاشرينه في دور الفيلن الفيلن للفيلن، وبقى دي الصوره النمطيه عنده. اول ما يطلع محمود المليكي هو الفيلن من غير ما الناس اصلا تفكر هو الفيلم اكيد. راح جه خد ويوسف شاهين عمل بيه الارض ابو سويلم، الفيلم عايش لغايه دلوقتي وبنشوف محمود ابو سويلم ده او صدقنا اكتر. فاهم قصدي؟ فانا ما بخافش خالص من ان في صوره نمطيه عن فلان، او انا بشتغل على حاجه مهمه جدا. الفنان اللي قدامي عنده موهبه ولا ما عندوش، عنده موهبه ما يهمنيش. طب المشاهد زعل منك في الجيلين اللي لعبتهم في مساحة أو منطقة أقنعته والمساحة بتاعت العمر يعني العمر الصغير ما أقنعتوش قوي، كان يعني ده المساحة بتاعت وفاء إنها وفاء عامر وهي صغيرة ما أقنعتوش وهي كبيرة أقنعته. أعتقد صعب قوي يعني. ده مفروض إن أنا ما طلعها وهي صغيرة، بطلعها بسنها الحقيقي، فمفروض تقنعهم يعني. يعني أولا برضو الجمهور لو بعض الجمهور وصل له ده هو لديه كل الحق، ماليش ان انا اقول له لا انت غلطان. لكن انا في اعتقادي رايي الشخصي زي رايه هو كمان يعني. انا دلوقتي مشاهد زي فلا ادافع عن الفيلم. انا رايي الشخصي انها اجادت في المرحلتين، هم اولا ثلاث مراحل، مرحله وهي العيال اطفال فهي عندها حاجه و30 سنه، ثم مرحله والعيال كبروا عندها حاجه و60 سنه، ثم مرحله وهي بتموت والعيال بقى بعد ما سافروا مصر وحصل التشتت اللي بينهم حاجه و70 سنه. فهم تقريبا ثلاث مراحل. فثلاث مراحل انا بتصور ان وفاء، انا شخصيا راضي كمخرج عن ما قدمته وفاء، اقنعتني. فاللي ما اقتنعش يبقى هو عنده برضو عنده مبررات، ولكن انا بالنسبه لي هي اقنعتني جدا وعملت دور بمستوى فني هايل. طب ايه اكتر حاجه من بعد بقى المشاهده وبعد الفتره الزمنيه من انتهاء صناعه الفيلم، يعني اكتر حاجه من النقد اللي اتقال اللي ممكن تكون قلت يا انت ما شفتش فيها كويس؟ لا لسه ما بصيتش للفيلم بالشكل ده يعني. انا ما بتفرجش اولا على افلامي خالص، لان بحس ان اللي بيتفرج على فيلمه لازم يقعد يقول يا كان نفسي اعمل ده كذا، كان نفسي مفروض كنت اعمل ده كذا. فانا ما بحبش ادخل في السكه دي خالص مع نفسي، لان خبرتي واحساسي ومجموعه المدارك ومجموعه الخبرات او التجارب اللي انا كنت واصل لها في الوقت ده خلتني اعمل ده. لو رجع بيا الزمن هعمله زي ما هو بلحظته. لكن ما اجيش انا ادعي الحكمه على مثلا على فيلم العاصفه اللي عملته من 11 سنه وابص له اقول يا كان المفروض اعمل الشوت ده بالشكل الفلاني، الكومبوزيشن ده ما كانش المفروض اعمله كده. ده اسمه ادعاء حكمه باثر رجعي. انت في وقتها ده كان مستواك وده كان اللي انت وصلت له انت وبقيت صناع العمل، وبالتالي ما بتفرجش على افلامي عشان ما اقعدش اقول انا عملت دي ليه وما عملتش دي ليه. طب دي جرأة حلوه بكل الاحوال. التعاون بينك وبين ناصر عبد الرحمن طول الوقت كان بيدينا حاجات ايجابيه، بس كنت طول الوقت بتشارك في الكتابه تقريبا. في الفيلم ده انت ما شاركتش في الكتابه؟ لا مشارك في الكتابه. التجربه دي ممكن نفهمها شويه؟ ايه الوجدان القريب بينكم؟ ناصر يعني انا بأطلق عليه كده انه رفيق رحلتي السينمائي. يعني أنا قعدت فترة كده 5 سنين الأولانيين أعمل 5 أفلام عبال ما لقيت حد حصل التوأمة منا، من اللحظة اللي عملنا فيها هي فوضى تقريبا ما سبناش بعض غير في فيلمين. يعني عملنا 7 أفلام بعد هي فوضى
منهم 5 أفلام مع ناصر واثنين مش مع ناصر. والفيلم اللي جاي مع ناصر. لأن ناصر شخص نقي جدا. وأنا هو صوفي كده. وعنده حالة كده, حالة وجد صوفي طول الوقت. يعني طول الوقت كده اللي ما يعرفوش يقول لك الراجل ده ماله. ما ده التاتش الرومانسي بقى في القمر. فيقعد كده يبص للسماء كده. وعنده حالة وجد صوفي طول الوقت. وعنده الذات الإلهية كده. بيقعد شوف تجلياتها. يعني تجليات الذات الإلهية عنده طول الوقت يتأملها. وفي ذات الوقت برغم حالة الزهد الصوفي ده أو الوجد الصوفي اللي عايشها طول الوقت, إلا إن هو راصد جيد جدا لكل التفاصيل البسيطة اللي ممكن ما تستوقفش ناس كتير. ثم أن مواقفنا في الحياة أو انحيازاتنا في الحياة واحدة. يعني ما دي برضو مهمة للشخص اللي انت بتشتغلي معاه. في ناس ممكن مش منحازة مثلا لطبقة الفقراء, او بلاش مش منحازة, يعني مش ما عندهاش مشغولة موقف, مش مشغولة بيها. لا, هو مهموم بيها زي همي. فعنده انحياز قريب من انحيازي. مواقفه في الحياة, مجموعة القيم, منظومة القيم اللي بتحكمه قريبة جدا من منظومة القيم اللي بتحكمه. يعني حتى في مقاييس الجمال, يعني انا احب اللون ايه, محب يعني سي انا بحب الاحمر وهو ما بحبش الاخضر, هتلاقيه قريب يحب الاحمر وما بحبش الاخضر. يعني ففي حاجات كتير جدا قربتنا من بعض, خلت في حاله هارموني في الكتابه. ما بناخدش وقت في المهاترات الكثيره. يعني لما بنيجي نتناقش ما بنقعدش نقاشات عقيمه تطلع في الاخر بلا شيء. لا, بنتكلم بيسفر على طول الحوار, لانه هو لقط اللي انا عايزه او انا لقطت اللي هو عايزه. هي الحقيقه الحاله دي الجمهور حاببها. لازم اقول لك مبروك, لانه انا شفت ناس بتعيط في مشاهد, فده معناه انه وصل لها الاحساس بدون فزلكات. انت بتحس قد كده الجمهور لما بيبقى شايف موجود في صلاه العرض في شغلك, بيرد على الكلام الكتير اللي لسه بيتكلم ان ده تلميذ يوسف شاهين, ده اللي بيصبح عكس التيار, ده اللي لازم يغني في حته لوحده. يعني والله الجمهور نصرني على طول الخط بصراحه شديده. يعني بس انه في جزء كبير من اللي بيكتبوا يعني لسه بيتكلم, ماليش دعوه بيه, على الشغل القديم ماليش دعوه بيه. انا ما بهتمش, انا بهتم, انا متوجه للناس, والحركه النقديه فوق دماغي, ولكن لا تعنيني, لان انا مفروض, انا مش معني بالنقد يكتب ايه. النقد بيكتب يعني الحركه النقديه رافض من رافض الابداع. انا ماليش علاقه بيها. انا ماليش ان انا اقرا نقد واقول هو قال عليا ايه وما قالش عليا ايه, لان انا النقد مش معلم للسينمائي عشان يتعلم منه. يعني في ناس فاهمه ان النقد ده هو المعلم بتاع السينمائي, اما يقرا النقد فيتعلم في تجربه. ده شغل يجي بعد شغل. ده هو رافض من رافض الابداع, عمليه تحليليه. ممكن يقعد يقول لي انت كنت تقصد ايه في الشوط الفلاني, وانا اصلا ما كنتش مفسر لنفسي انا اقصده ازاي, فهو يفسر لي يعني ويفسر للجمهور. فهو المثلث الابداع هو مبدع, جمهور, نقد, ناقد. الثلاثه دول انا احد هذه الاضلاع. بتنتهي مهمتي متى الفيلم نزل في دور العرض, بيبقى ملك الجمهور والنقاد. انا بتبقى عيني على الجمهور, عجبوا الفيلم ولا ما عجبوش الفيلم, لان في النهايه انا همي الوصول للناس, وهمي ان اتاثر بالناس ويؤثروا فيا. لان انا ما بصنعش فن عشان افرجه لعيلتي, انا بصنع فن عشان يعمل حاله تكتيك اللي هي التاثر والتاثير الجدل. فانا دايما بيبقى عيني على الجمهور. يعني انا لما بدخل صاله عرض والسينما بيبقى فيها هزار كتير وانت عارفه, وناس بترد على التليفونات والحاجات دي كلها, وما بلاقي اخش فيلم كده بعد العرض ما الاضواء تطفي ويبدا الفيلم, والاقي فيه حاله من الصمت والانتباه للفيلم. انا بحس ان الجمهور احترمني, والجمهور احترم يعني المجهود اللي اتعمل ورا الفيلم. احنا بنقعد سنه نشتغل في الفيلم, وبطلب من الجمهور حاجه انا متاكد انها كبيره جدا, ان هي ساعتين من وقته. فانا عايز انه دايما لما بقدم فيلم ببقى اقول يا رب ما اكونش بهدر له الساعتين دول, وهو في نفس الوقت يبقى ممتن ان هو شاف مجهود وشاف ناس بتحترم عقليته وبتحترم ذكائه وبتقدم فن صادق. انا اعتقد ان الحاله دي حاصله بينك وبين جمهورك. انا هستاذنك بما انك شايف ان النقد والكلام عن الفيلم ده مش دورنا, يعني ندي للمتلقي مساحته في انه يحس الفيلم بطريقته بالظبط, يشعر بالاغنيه المتقدمه فيه, يتعاطف مع مشهد, يحب مشهد,
وناخد الحالة اللي نسميها في المستوى الثاني. انت بتقول ان انت وناصر وصناع الفيلم متحيزين في اعمالكم لهم ما لطبقة ما انتوا شايفين ان الدنيا دي لازم تتظبط بيها. يعني هنروح للسياسة، مصر النهاردة واقفة فين؟ مصر واقفة في حالة مرتبكة شديدة الارتباك، وكل يوم بتزداد ارتباك، وبح صوتنا في ان القائمين على امور البلاد هم سبب هذا الارتباك في المقام الاول، اللي هو المجلس العسكري والحكومة الحالية والقوى السياسية المختلفة والنخب. يعني انا في هذا البرنامج تحديدا مرة بعد الثورة بأيام قليلة او بأسابيع قليلة اتهمت الاخوان المسلمين بانهم عملوا زي المسلمين غزوة احد ونزلوا اول ملاحة الانتصار نزلوا يلموا الغنائم. انا اكتشفت النهاردة وبقول لك ده يعني، واستطيع ان اصارح نفسي لاني لا ابرئ نفسي من اللي انا بقوله ولا ابرئ التيارات السياسية اللي انا انتمي ليها، يعني انها صنعت نفس الصنيع وسلكت نفس المسلك. كله نزل يلم الغنائم، كله قعد لمدة شهرين اللي فاتوا يتخانقوا على القوائم ومين اول القائمة وهينجح ازاي ولو كان كرسي، وكله نسي الثورة ونسي هموم الفقراء ونسي ان في 40 مليون فقير في مصر، ونسي ان الثورة دي جت عشان تعمل عدالة اجتماعية، ونسي ان الثورة دي جت عشان تعمل حالة امن اكتر من اللي كان موجود، مش تعمل حالة هلع وفوضى موجودة وحالة لا امان موجودة في الشارع. نسي كل الهموم ديت وكله فكر في انه هيجيله كم كرسي وهيعمل كم انتصار وهيبقى شكله ايه. فانا بتصور انه كل يتحمل نصيبه والمسؤولية، بس المسؤولية في الاساس سبب هذا الارتباك ان المجلس العسكري من اول لحظة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هو السبب الرئيسي في هذا الارتباك. يعني لما يصدر النهاردة حكم محكمة قضاء اداري بعزل اعضاء الحزب الوطني، انت بتعملي بتفجري الوضع الراهن دلوقتي. بح صوتنا في ان بعد 11 فبراير مباشرة كان يحصل قانون العزل السياسي اثناء على طول مرة الرئيس السابق وكل رموز النظام بيتقدموا للمحاكمة. ساعتها ما كانش حد نطق وكانت المسألة خلصت وكانت بهدوء شديد. اذا كان رئيس الجمهورية بيتحاكم ورا القفص كانش في حد هيعترض على عزل سياسي، والعزل السياسي ده كان هيطبق على مين؟ ده على بالكتير 1000-2000 واحد من اعضاء الحزب الوطني اللي هم القيادات اللي هم الاعضاء لجنه السياسات او الامناء، يعني مجموعه قد قليله جدا، وكان ما حدش كان هينطق في وقتها. دلوقتي لما بتيجي تعملي حكم زي ده انت ما انتيش عارفه الامور رايحه لفين، ما انتيش عارفه الناس ديت باللي حصل في البلد بحاله الانفلات اللي بقت موجوده وبدات في اصوات حسيسه تكفر بالثوره نفسها وان ما حققت لهاش حاجه حتى هذه اللحظه، بقى لهؤلاء الناس انصار. فبقى في قطاع من الشعب، في وقتها ما كانش غير قطاع واحد، الشعب كله كان حته واحده وكتله واحده مع الثوره. اعملي كل المظبوط باسم الثوره وما كانش حد ما كانش حد. فاستهلكونا استهلكوا وقتنا شهرين ثلاثه عقبال ما قدموا مبارك لمحاكمات، وسقط 11 شهيد في 11 مارس عشان مبارك ده يتقدم لمحاكمات، ما عملوش قانون العزل السياسي. بح صوتنا ان كل الدول اللي في العالم اللي بتعمل ثورات بتعمل الاول دستور. لجنه تاسيسيه للدستور، قعدوا يتريقوا علينا يقول لك دستور، يعني كل الحاجات اتعملت خطا، وده كان سبب بعدم اتضاح الرؤيه عند المجلس العسكري اللي ناتج من عدم خبره سياسيه. والمشكله ان لابد ان احنا نعترف ان القوى السياسيه هي الاخرى قد شاركت فيها في كل ده الارتباك. في هذا الارتباك انها حتى كمان ما كانوش ناصحين للمجلس العسكري. المجلس العسكري كان بيتلقى نصائح متضاربه من كل القوى السياسيه، كل واحد بيقول له حاجه. فيعني ما تسالي المجلس العسكري ليه عملت، ما انتوا اللي قلتوا. تتسالي تلاقي فعلا في ناس من القوى السياسيه قالت. يعني انا بتصور المشهد شديد الارتباك، ولكن انا عندي متفائل طول الوقت، لان عندي انا يقين وده مش كلام انترفيوهات ولا كلام ديماجوجي ولا كلام شعارات، انا عندي يقين بهذا الشعب. الشعب حاضر، الشعب قاعد يتفرج وشايف اللي بيحصل ده كله مش مظبوط، لان هو في النهايه ملوش علاقه بكل الدوشه دي كلها، هو له علاقه بامنه وله علاقه بلقمه عيشه وله علاقه بكرامته وتحقيق حريته، الحاجات الاساسيه اللي في حياته. لو ما تحققلوش الكلام ده والنخب فشلت، هي والمجلس العسكري والحكومه فشلت في تحقيق ده، الشعب ده لن يبرح الميادين مره اخرى. يعني انا بتصور ان 25 يناير 2012 هيكون له معنى، هيكون تاريخ صعب جدا في تاريخنا، يعني لان
لو لم يتحقق لما لو الثوره ما اتحطتش على القضيب الصح والبلد دي ما اتحطتش على القضيب الصح وفات سنه في 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 تاريخ الثوره ومات كل هؤلاء الشهداء والشعب قدم تضحيات حقيقيه في امن وفي لقمه عيشه لمده سنه صبرا وقهرا وما تحققلوش حاجه، انا رايي مش هيسكت. فعشان كده انا عندي يقين بان الشعب في الاخر هيصحح كل هذه الاخطاء بوعيه الجمعي اللي هو انجح الثوره. اللي انجح ثوره 25 يناير هي الوعي الجمعي المصري، ولا نخب ولا قوى سياسيه ولا اخوان المسلمين ولا شعارات ولا الكلام ده. الوعي الجمعي المصري اللي هو ناتج من الجين العظيم العبقري اللي موجود في المصريين هو اللي انجح الثوره. انت قلقان من يوم الجمعه اللي جاي؟ لا مش قلقان، يعني الاسلام السياسي بعد ما حس انه نجح وانه بقى عنده احزابه وانه داخل انتخابات وانه هياخد اغلبيه هيقبل التيار السياسيه الاسلاميه اللي بتسمي نفسها اسلاميه، انه كل يعني كل التيارات اللي هي القوى الوطنيه معظمها مسلمه يعني. طبعا الشعب ده متدين بطبيعته بالظبط يعني. فاللي بيقولوا على نفسهم التيارات الاسلاميه ويحجبوا كلمه الاسلام عننا يعني، انا رايي بيتجبروا في الارض يعني. هم هتغرهم القوه ومش عايز اقول اكتر من ان هي يعني القوه غرهم قوي وشايفين ان هي المستقبل ليهم قوي، فعمالين يخطئوا اخطاء فادحه. انا بتصور اللي هيصحح ده كله انا رايي الشعب المصري، جموع الشعب المصري اللي هو قاعد يتفرج دلوقتي عليهم. انت بتتوقع هيختار ايه الشعب المصري ده؟ الشعب المصري للاسف ما عندوش بدائل. الشعب المصري لما هيجي يختار، اولا ما كانش فيه فرصه ان الشعب ده يتعرف على الناس اللي مترشحه، يعني في مقعد فردي في اقل دايره فيها 80 واحد مترشحين، كلهم من الناس معظمهم من المجهولين بالنسبه للناس، مش هم اشخاص مجهولين ولا ما باهنهمش، ما بقول كده، بقول مجهولين بالنسبه للناس، الناس ما تعرفهمش، فما عندهمش بديل. فانا بتصور ان الطوابير اللي حصلت في الاستفتاء اليوم الاستفتاء وحاله الزخم راحت، فالشعب ده مش هينزل بالكثافه اللي احنا كنا نرجوها، وبالتالي التيارات المنظمه اللي زي تيارات الاسلام السياسي او ما يسمى نفسهم بالاسلام السياسي هي اللي هتكسب الانتخابات، لانهم ناسهم منظمين وهيروحوا الانتخابات الصبح بدري هيدلوا اصواتهم وبعدين يتزحموا على اللجان عشان ما يدخلوش بقيه الناس، يخلوا الناس تزهق وتروح، والمواطن العادي اللي هو ما هوش شايف قدامه لا عايز ينتخب الاخوان المسلمين ولا عايز ينتخب مثلا التيارات السلفيه ولا عارف التانيين هينتخب مين فيهم، وبالتالي هو مشتت. فاللي بالكتير هيبقى عارف ان فلان او القايمه الفلانيه هيروح، وما هيلاقي فيه زحمه مش هيلاقي الدافع الفظيع اللي هو يقاتل على صوته. فيعني فانا طبعا شايف ان المجلس اللي جاي هيبقى فيه نسبه كبيره من التيار الاسلام السياسي يعني، بس ده برضو ما بيقلقنيش لان في النهايه الشعب حاضر يعني. حتى لو مجلس الشعب ده عمل حتى الدستور في النهايه في استفتاء، في النهايه الشعب ده هيوافق او ما يوافقش، فلا يغرهم اللي هم بيقولوه ان هم هيكسبوا وهيعملوا وهيكسروا وهيعدموا وهيعملوا يعني. الشعب حاضر والشعب اقوى من كل هذه التيارات، وانا عندي امال كبيره وتفاؤل مطلق، ما يعني عمري ما هقع في خانة الإحباط مرة أخرى بعد عظمة 25 يناير. عندي توصية من مجموعة كنا بنحاول نساعدها تفهم دورها في المجتمع، هما ذوي الاحتياجات الخاصة. عددهم في مصر 8 مليون، 6 منهم بيحق لهم التصويت، 6 مليون. طبعا محدش بيشوفهم ومحدش بيتعامل معاهم، واكتشفت إن عندهم مطالب بسيطة ونفسهم أي حد ينقلهم بشكل حقيقي، ومصر ملتزمة بقوانين موقعة عليها. يعني ابسطها ان ما عندهمش حق الاستيكر على العربيه، فبيهان لما يوقفوا عسكري فيكلموا التاني ما بيردش فيفتكروا بيتكبر عليه، انه تخيل ما عندوش حق في عضويه النادي لابنه لان النوادي بتقول لك انا هجيب كمان خرص يقعدوا في النادي. يعني الفكر الطبقي ده لسه موجود، والحقيقه يعني على الصفحه بتاعتنا لما عرفوا ان حضرتك معانا هم نفسهم انه يعني على الاقل الفن ينقلهم، لان بيتعرضوا لحجم من يعني الاستغلال السيء سواء الذكور او الاناث منهم. يعني المجموعه دي او الشريحه دي من المجتمع المصري بحكم ان انت بتهتم دايما بالمنسيين، انا مش بحب كلمه مهمشين،
ممكن يشغلوك، ممكن يشغلوا طبعا ناصر. يشغلوني جدا، ويشغلوا اي حد عنده ضمير. يعني النظام السابق زي ما سحق الفقراء سحق برضو هؤلاء ولم يلتفت لهم، لان هو كان النظام كان يكره كل هذه الاشكال. يعني اي حد فقير بيكرهه، اي حد معوق، اي حد ذو احتياجات خاصه، هو ماله بالحاجات دي؟ هو عايز الناس الالاجه بتوعه دول هم اللي يعني كان عنده استعداد ال 40 مليون فقير دول بما فيهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصه يترموا في البحر يخلص منهم عشان يعيش مع الناس اللي هي بيلبسوا بدل دول ويركبوا عربيات حلوه دول وبيحطوا برفانات ويبقى في حاجه اسمها متوسط الدخل القومي، ما اعرفش زاد قد ايه، والنمو الاقتصادي زاد قد ايه. يعني كان نفسه يتخلص من دول كلهم. يعني لو كان كده يغمض ويفتح وما يلاقهمش ال 40 مليون بما فيهم 6 مليون دول، كان هيبقى اسعد حد في الدنيا. فاحنا بعد هذه الثوره، مع ان الثوره دي جايت عشان ترجع حقوق البني ادمين اللي على ارضها، اولى ناس بارجاع انها ترجع حقوقهم هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصه. مفروض يبقوا في اولويه، وفي كل الدول المتحضره اللي دايما اول حاجه بيناقشوا فيها في القوانين او في حقوق الانسان في كل الحقوق دايما على طول بيحطوا الاولويات لدول. يعني تلاقي مفيش شارع في اي بلد في اوروبا او في اي بلد في امريكا غير ما في اماكن مخصصه للمعوقين، ولا يستطيع احد ان هو يركن مكانهم. صحيح. يعني تاخد غرامه تروح محكمه على طول. يعني معامله توفير فرص العمل ليهم، يعني فرص العمل المناسبه لاحتياجاتهم، المناسبه لنسبه العجز اللي عندهم في اي حاسه من الحواس اللي ربنا اختصهم بيها. لابد ان يبقى في يعني في مجالات يقدروا يشتغلوا فيها، لان الولاد دول ربنا دايما بيقول لك يقطع من هنا ويوصل من هنا. يعني بيبقوا عباقره في حاجات طبعا. يعني ممكن يكون ما بيسمعش، بس ممكن يكون عبقري في حاجه تانية تتعلق بحاسه النظر نفسها. صحيح. يعني فربنا بيبقى يديهم كفاءات في اشياء اخرى. يعني هم يتمنوا ان يبقوا جزء من اجنده الناس اللي بتهتم بالمنسيين. قبل ما الوقت يخلص انا حابه اسالك سؤال شغل ناس كتير. ليه الفن بيقاوم التغيير؟ يعني يبقى عندنا قنوات للرقص الشرقي الرديء وتاخذ تصريح في قناه جديده، اول مره اسمع عنها. لا لا، في قناه جديده دور عليها على الدش هتلاقيها. في عندنا اربع قنوات للشعبيات، وبالتالي يعني في حجم نزل كده، في كتله كبيره نزلت في الفن. ناهيك عن الاعادات اللي بتحصل للمسلسلات وللافلام، وازاي تاني مره بنعيد اختياراتها، يعني وكان في مقاومه لرغبه المصريين في ان هم ينقوا ال 30 سنه اللي فاتوا. ده ايه؟ يعني انا اولا انا مش ضد الرقص الشرقي ولا انا، بس يعني لما يبقى اختيارات بعينها وحاجات بعينها. يعني انا بقول ان بتظلم الفن لو قلتي ان الفن ضد التغيير. الفن دايما يعني نوع، او الابداع بشكل عام، نوع من الحلم، نوع من انت دايما بتحلمي بحاجه أي إبداع؟ احسن. طبعا الابداع بشكل عام هو نوع من الحلم بحاجه احسن من اللي انت عايشه فيها. دايما بينشد الافضل. فبالتالي هو دايما مع التغيير، هو دايما ده هو اداه من ادوات التغيير. هو إن لذلك الدساتير يقول له، يعني دكتور ابراهيم درويش كنت سامعه في لقاء هنا في الون تي في، قال الدساتير اللي يكتبها السياسيين والقانونيين بيكتبها المفكرين والشعراء والفنانين، لانها لازم يبقى فيها حاله من الحلم، يبقى في حد شايف المستقبل شكله ايه، نفسه يبقى ايه، ويجي بقى القانونيين يصيغوا ما يحلم به الفنانين والشعراء. يعني فانا مش انا بشوف يعني يبقى في ظلم كبير جدا للفن المصري او الفن بشكل عام انه يتقال انه كان ضد التغيير. لكن الارتباك، لا مش الفن ضد، الحاله اللي حاصله دلوقتي، الحاله مرتبكه. هل الافلام اللي بتطلع هي تعبر عن ما مصر ما بعد ثوره 25 يناير؟ لا تستطيع ان تعبر عن، لانها لسه الحاله كلها مرتبكه. صناعه السينما مرتبكه، صناعه المسرح، فن المسرح مرتبك، الروايه لسه، يعني كله في حالة ما ينطبق على المجتمع المصري ينطبق على الفنون والأداب، فكله لسه في حالة الارتباك وفي مرحلة محاولة الاستقرار. فبعد ما تستقر الأمور دي كلها، يعني أنا دايما وبقولها كتير جدا،
لا بقولها كتير، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض. الحاجه اللي هتنفع هي اللي هتفضل، والحاجه اللي هتبقى زبد كده رغاوي هتروح. نورتنا، كان نفسنا الحوار يمتد. الوقت للاسف خلص. انا بشكرك وبقول لك مبروك على كف قمر وكف القمر، ودايما يعني يا رب كل جديد يبقى فيه حاجات حلوه ليك والمصر ولجمهورك يعني. ربنا يخليك يا مانيا. نورتنا. بشكر الفنان الكبير خالد يوسف، شكرا جزيلا. لكن مصر في اسبوع لسه مكملين معاكم. عندنا الموضوع اللي شاغل مصر كلها، القرار اللي طلع بتاع المحكمه اللي بيتكلم عن الحزب الوطني. يا ترى الاجابه عليه بتقول في انتخابات في مصر بعد 20 يوم ولا مفيش؟ الحكاية دي محتاجة ان احنا نحطها قدام اهلها ونعرف اللي لينا واللي علينا مع اللجنة.